مساء الخير ومرحبا بكم إلى برنامج الأحد السياسي لهذا الأسبوع. ضيفنا باش نحكيو معاه على التحوير الوزاري المرتقب، التحالفات السياسية والوضع الأمني في تونس وغيرها من المواضيع الحساسة الأخرى اللي تهم السياسة والوضع الاجتماعي في تونس. نرحبوا بالسيد شكري بالعيد، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وقيادي بالجبهة الشعبية. مرحبا بك سي شكري، كل عام وانت حيب خير. يعيشك وربي يحييك الأمثال. كيف في هذا الجزء الأول يرافقنا فيه سي إبراهيم بوغانمي رئيس تحرير بإذاعة جوهرة FM. مساء الخير. أهلا وسهلا. إذا نبدأ هذا الحوار المطول سي شكري بمسألة التحوير الوزاري المرتقب. السؤال هو، هل أنه هذا التحوير إذا صار ساعة يكون في وقته، وشنو ترى مدى نجاته؟ تفضل كلمة ليك. أولا خلنا نتفقوا على حاجة، أنه التحوير يحكيوا عليه عنه 6 شهور من قبل الصيف لتو هنا في جانفي. أنا في تقديري التحوير هذايا مناورة لشد الانتباه نتاع التوانسة على قضاياهم الحقيقية وحصرها في نحو زير ولا نحطو زير، في حين أنه المشكلة الحقيقية هي مشكلة برنامج، مشكلة شنو البرنامج اللي باش نكملوا به المرحلة الانتقالية، وتوقت نشوفوا الأداة نتاعو. لأنه نحن مثلا في الجبهة الشعبية طرحنا التصور كامل، ورقة عمل وقدمناها في مؤتمر الحوار الوطني اللي دعاه الاتحاد العام التونسي للشغل، وطرحنا مضمون محدد وقلنا رأي الأداة نتاعو حكومة كفاءات وطنية محدودة العدد، ما تجاوزش 15 وزير، ما يكون فيها حتى واحد تورط مع النظام السابق، وما فيها حتى واحد يترشح في الانتخابات القادمة. لكن إيش عملوا الجماعة؟ هما في حالة عزلة سياسية مضروبة عليهم النهضة، لابد أن نقولها ونقول النهضة، ما نحكيش على الترويكا لأنها فماش حاجة اسمها ترويكا، مخنوق في حالة العزلة هذية والضغط الشعبي وحالة تنامي الاحتجاج الجماهيري الواسع وفشل الحكومة هذية، هلو ناورو نعطيك أنت نقابل الآخر نعرض على الآخر زوز حقائب، هذا ثلاثة هذا واحد، وبطريقة الحقيقة فيها إساءة كبيرة برشا، لأنه ولد كانها سوق ودلال، كانها تقاسم غنيمة، مش وهذا حكومة متاع بلاد بعد ثورة فيها مسؤولية وطنية كبيرة، فيها استحقاقات متاع ثورة، فيها تعبير على مسؤولية وطنية ووحدة وطنية وتحديات حقيقية كبيرة. الواقع صعيب برشا، الواقع صعيب وأصعب منه ما فماش، ويطلب تجميع كل الإرادات مع بعضها وفي حوار وطني جدي باش نبلوروا المشترك اللي نديروا به ما تبقى من مرحلة انتقالية ونوصلوا بلادنا لبر الأمان، ويربيش. لكن الجماعة ما زالوا بنفس الأسلوب القديم، وهو توا يحكيوا على ما بعد 14 جانفي، ممكن راهو التحوير يتبع بعد 14 جانفي. أرجعوا الكلام آخر ماي اللي فايت بدأوا يحكوا على التحوير الوزاري، أنا توا فتنا جانفي ومازالوا يحكيوا على التحوير الوزاري. أنا نتصور أنه هذا مناورة، وهذه المناورة تعبر مرة أخرى على لا مسؤولية القائمين على الأمر على هذاك، كي قلنا حكومة الفشل، هاي عناوين وهاي عناصر وحتى في إدارة العمل وحتى في الإحساس بالمسؤولية الوطنية تجاه شعب وتجاه وضع وتجاه وضعية على درجة من الخطورة والحساسية هاكم تشوفوا في الوضع الآن. بلكش تقول مناورة شكري، لأنه أنتم كجبهة شعبية غير معنيين بالمشاركة، لم توجه الدعوة، يعني اتفقوا تقول أنت فماش ترويكا، فما ترويكا ومتثاء أحزاب، هذوما اتفقوا من الأول بكل اللي الجبهة الشعبية غير معنية بالمشاركة في التحوير الوزاري القادم والمرتقب، وقت اللي فما برشا أحزاب من المعارضة ولا كتل معنية بأنها تشارك في التحوير الوزاري هذايا. يعني كيفاش تنظروا أنتم كجبهة شعبية إلى خلينا نقولوا بين ظفرين إقصاءكم ولا عدم تشريككم في تحوير وزاري ربما يكون في خدمة البلاد؟ والله ما نعرف شكون أقصى من، يعني توا نصدقوا شكون، نصدقوا خليل الزاوية اللي هو على هامش الحكومة، ولا اللي قال راهو الجبهة الشعبية استبعدت، ولا نصدقوا اليوم سي نور الدين البحيري اللي يقول رانا نحن على اتصال بالسيد حمو الهمامي. على كل الجبهة عطت موقفها، الجبهة واقع في الواقع رقم صعب الآن يقر به الصديق والخصم والعدو والقريب والبعيد، رقم صعب لا يمكن القفز عليه مطلقا، لا يمكن مطلقا مطلقا. والدليل أن حكومة وحزبها ما عندهم حتى خدمة، كان يوجهوا الاتهامات ويشتمون ويشوهون ويشهرون بالجبهة، ما عادش عندهم خدمة أخرى. نحن منذ البداية قلنا غير معنيين بالتعديل الوزاري، علاش؟ لأنه حل مغشوش، لأنه هذوما يحبوا يعموا الفشل، نحن نحب ننقذ البلاد من أزمتها. هو الفرق، هي شنو هي المقاربة، شنو المدخل له؟ نحن بلادنا نراوها في أزمة، كل يقرب الأزمة اليوم، حتى الرئيس المؤقت الجمهورية ولا يقول في كلام الجبهة، ولا يقول رأي البلاد في أزمة، ورأي الحكومة مسؤولة عليها، ورأي يلزم حكومة كفاءات وضيقة العدد.
يعني الجبهه قالت الكلام هذا، حتى الجمهوري قال لا، هذه قالت في الاول الجبهه وحدها، ثم اصبح هذا موقف فيه اجماع وطني ما عدا حركه النهضه. اذا حركه النهضه اليوم بالضبط لانها ما تحبش شكون اللي يطرحوا المحتويات، نحن اللي يهمنا هات نعملوا برنامج لانقاذ البلاد لإدارة ما تبقى مرحلة الانتقالية، هات تفق عليه توانسة، هات المائد حوار وطني أمام التوانسة، إيجا نحكيه ونحطه الأحواج الكل على الطاولة وخلي التوانسة يعرفوا. اليوم الوضع راهو احتجاجات اجتماعية، راهي مش كان قضية حريات. اليوم شفتوها الجهات، المنسية بقت منسية، اليوم البطالة زادت، اليوم الفقر تصعد، مع الحكومة هذه تعرف غلاء الأسعار اللي مصلوا حتى مرة في تاريخ البلاد. في الوقت هذايا اليوم نعطيكم مثال بسيط. تعرفوا اللي وحدة كالرقاب تنتج يوميا 60,000 لتر من الحليب، ما في حتى بكو حليب، ما في حتى بكو حليب تو. يعني المواد الأساسية فقدت، وتشوفوا في التلاعب الفساد إلى آخره. هذه مطالب حقيقية للتوانسة، إجا نقعدوا وإجا نحكيوا ونعملوا برنامج متاع إنقاذ وطني في نقاط محددة أمام الجميع. اللي يهمنا البرنامج، وساعتها نشوفوا الحكومة من الكفاءات من خير، والكفاءات موجودة في تونس، الكفاءات موجودة، ولسوء حظ حركة النهضة أنها موجودة خارج حركة النهضة، لسوء الحظ، لسوء حظها هي. اليوم هذا خيار، وثم خيار آخر، الخيار اللي حاجتهم به تو، إجا نشركوا ونوسعوا، حكومة فيها 102 بين كاتب دولة وبين وزير وبين مستشار وبين مستشار بامتيازات الوزير وكاتب دولة إلى آخره، لأنهم يتعاملوا مع تونس كغنيمة يتقاسموا فيها، ماذا بهم يزيدوها، يزيدوا زوج مغادي وثلاثة من هنا وأربعة. هذا المنطق ترفضه الجبهة الشعبية. الجبهة الشعبية ما تتعاملش مع تونس كغنيمة يجي نقسموها، الجبهة الشعبية تتعامل مع تونس كمشروع وطني عظيم يتبنى بعرق وبتعب وبجهد وبفكر بنات وأولاد تونس كي يتحدوا على طاولة وأمام بعضهم. نحن غير معنيين بالمناصب، وهنا نعطيكم حاجة أخرى، الجبهة الشعبية بقضها وقضيدها ماناش معنيين بأي منصب وأي وزارة للآن لغدوة. اللي يهمنا برنامج الخدمة التوانسة، يكرس الاستقلال الوطني، يكرس الديمقراطية والمجتمع الديمقراطي الحقيقي، ويكرس العدالة الاجتماعية، ويكرس الحريات، ويكرس توزيع عدل الثروة، ويكرس تشغيل فعال، ويكرس تنمية جهوية. هذايا سنكون جنودا فيه، نصفقوا للي يعملوا ونعاونوه ونهزوا معه وذن القفة وندافعوا عليه، لأنه اللي يهمنا الوضع صعيب. هاكم شفتوا بالوضع. إذا مش قضية أقصائنا، كائن من يكون ما يجمش يقصينا من واقع تونس. نحن على من نرضى مش العكس، النهضة نحن اللي رفضنا أن نتفاوضوا معها على هذا الأساس. اتصلوا بكم ورفضتوا؟ في قاعد نحن رفضنا أن نتفاوضوا معها على هذا الأساس. اللي طلبنا به ونطالبوا به، نحبوا نحن نتحاوروا مع التوانسة كل نهضة وغير نهضة، أما في إطار حوار وطني مش في التراكن ومش في تقاسم مناصب. يا نهضة كانت تحبين نناقشوا معاك، ما هواش على تقاسم المناصب، مش معنيين. تحبين نتناقشوا التوانسة كل على مستقبل البلاد وعلى كيفاش نخرجوا من الأزمة وكيفاش نستكمل المرحلة الانتقالية، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وإن شاء الله نتنافسوا في خدمة البلاد هذه والبقاء ساعتها للأصلح، للي يقدم، للي عنده مقترحات، للي عنده تصورات. الشكل هو حوار وطني، فهمنا الفكرة متاعك سي شكري. يعني باركونتر فما حوار ثنائي بين حركة النهضة وبين الحزب الجمهوري الآن، فما تقارب يعني عدة من طرف العديدين أنه هو تقارب مفاجئ. أنت كيفاش تشوفه كشكري بالعيد وكحركة النهضة؟ هل هو مفاجأة؟ هل هو كان مرتقب؟ هل باش يكون في خدمة المعارضة لو دخل الجمهوري مثلا في الحكومة المقبلة؟ هل سيخدم الصالح العام؟ كان عندنا علم به اللقاء كجبهة شعبية، كان عندنا به علم قبل أن يقع، أعلمنا به من طرف قيادة الحزب الجمهوري، وهذا اللقاء عادي. يعني زوز أحزاب تقابلوا زوز رؤسائهم ولا زوز من قادتهم عادي، هذا راهو المفروض أنه يتم كل يوم، ما فماش مشكلة هنا. المهم هو شنو مضمون اللقاء؟ ما نتصورش كان زوز توانسة كيتقابلوا يولي حدث وطني. هذا مضمون اللقاء عبر عليه الأستاذ نجيب الشابي رسميا، قال لي كلام معقول، قال لك أنا نحب نعملوا حكومة، تفضلوا حكومة بتاع إنقاذ وطني، تفضلوا إما أنها تكون حكومة سياسية ولابد أن يكون فيها نداء تونس والجبهة الشعبية، هذه وش نظره هو، وإما حكومة تصريف أعمال متاع فنيين متاع تكنوقراط وما يكون فيها حتى حزب، وأعطى جملة من الشروط اللي راها. المهم بالنسبة لنا احنا هذا اللقاء كغيره من اللقاءات، يعني ما لا يعمل تحالف ولا ينهي تحالف، ويدخل في صميم عمل الجمهوري كحزب سياسي. نحن في الجبهة الشعبية خلنا نبدو واضحين، ما عندناش مشكلة كي التوانسة يتقابلوا، بالعكس مطلبين الناس كل تقابلوا تحكي. اللي يهمنا اليوم
ثم لقاءات ثنائية ونحن نعمل في لقاءات ثنائية مع أحزاب الجبهة، عملت مع الجمهوري ومع المسار وباش تعمل مع أطراف أخرى. اللي يهمنا اليوم هو التالي، علاش باش نتقابلوا وفي شنو باش نحكيوا وفاش باش نقدموا. إما أنك باش تحكي بمنطق أعطيك ونعطيه وأعطيني منصب لهنا وأعطيني منصب غادي وتولي عركة متاع كراسي، وإلا باش تتقابل باش تحكي كيفاش نخرجوا بالبلاد من أزمتها من وضعها، شنو الإجراءات، شنو برنامجك، شنو مقترحاتك. اليوم اللي نشوفوه في الوضع الاقتصادي والاجتماعي كارثة. اليوم ثم حالة من التدهور الاقتصادي ما نجم ينكرها كان واحد يعيش في بلاد أخرى ما عندوش علاقة بتونس، هذا كيفاش نخرجوا منه. اليوم الوضع الأمني متفجر، انفلات، عنف، ميليشيات، سلاح يدور في البلاد إلى آخره، هذا ما نجموش نغمضوا عليه عينينا. اليوم ثم إدارة قاعدة إطاراتها تغيب وتبعد وتستبعد باش يحل محلها الولاء الحزبي والتقاسم متاع العائلات، يعني تربى السي جدد. اليوم عندنا مشاريع اقتصادية قاعدة فهمتي ولا تدفع للتركينة باش تتبرك. نكون واقعيين سي شكري، يعني هو التقارب هذا اللي صار معروف عنوانه ومصرح به، عنوانه أنه هو إمكانية مشاركة الجمهوري في الحكومة المقبلة. تشوف أنت الجمهوري جاوب؟ أي لا، أنت كجبهة شعبية تشوف أنه الجمهوري ممكن يفيد لو دخل الحكومة القادمة ولا باش يتحمل وزر أخطاء عام تقريبا؟ هذه حكومة الفشل، الجمهوري يحب يشارك في الفشل ويتحمل معهم الفشل، مش ممكن الإصلاح يعني ما تنجمش. يعني هذه حكومة فاشلة وأساسها خاطئ، هذه من الأول قامت على محاصة حزبية، حطوا البلاد ويقسموا فيها، هذه بايتك وهذه بايتي، هذو متعاملوا مع تونس كأنها جثة يتقسموا فيها، ما تنجمش. اليوم الجمهوري ما نتصورش له من الذكاء السياسي والحنكة والتجربة والرصيد اللي خليه يقف أمام حقائق الأمور. مش الجمهوري فقط، وراء الأحزاب الكل رفضت تدخل معهم في الحكومة، كلها رفضت. ممكن تكون مناورة مثلا من حركة النهضة باش يبعد بين الجمهوري وبين نداء تونس، يعني تكسر شوية التحالف اللي عاملينه مع المسار. ينجم يكون يعني على التحالف مع نداء تونس، ما نعرفش أثر هذا مسألة ينجم جاوب عليها نداء تونس والجمهوري. ينجم، لأنه حركة النهضة ماذا تمتلك الآن غير المناورات؟ ماذا تمتلك غير أنها 6 شهور تحكي لكم على تحوير وزاري؟ لن يأتي، نحن تو في انتظار جودو بالضبط، نحن طبعا نستنوا فهمتني ماذا يقدموا للبلاد أكثر من 6 شهور، والسيد لجل الغنوش يحكي لنا على أو جاي الصيف باش نحكوا على التحوير هاو كذا هالولادة العظيمة. ما جابتش فقر، هذه جابت كذبة، جابت أزمة وجابت فشل مضاف، جابت خسارة تونس 6 شهور إضافيين، جابت غياب إرادة وطنية متاع أنه التونسة يخرجوا ببلادهم ويعطوا صورة أخرى، جابت تأزيم الأزمة ووصلت الفشل وتعميمه، جابت لنا عنف مضاف، جابت لنا التشويه صورة البلاد، فوتت علينا موسم سياحي في الصيف وتعرفوه فانه جو تعمل، فوتت علينا الكثير والكثير من الأشياء، فوتت علينا إجراءات فورية في عدالة انتقالية، فوتت علينا أن ناخذ حتى شوية إجراءات للشهداء وعائلاتهم وللجرحى الموجودين، فوتت علينا. يعني هذا يدخلوا في تخسير البلاد، لأنه الوقت راه ذهب، البلاد، الناس، المجتمعات، الدول، الأنظمة، السلطة المتحضرة على تفهم تعرف أنه الوقت مش محايد، هذوما يبدوا في الوقت، اللي يبدد الوقت يبدد الثروة، يبدلنا يسرقنا في لقشة من مستقبلنا ويتيش فيها هباء منثورة. هذاك علاش أنا ما نتصورش أنه الجمهوري يتورط هذه الورطة. الأستاذ نجيب الشابي له من الذكاء ما يجعله لا يسقط في مثل هذا الفخ الصغير، لكن على عكس تحوش فيه حزب أخرى صغيرة، ما تصورش الأستاذ نجيب الشامي. ثم نوع من التقارب، نحكيك مثلا أنك بما حركة وفاء وإلا مثلا التحالف الديمقراطي، يبدو أنه فما أرضية من أجل أنه تتحالف مع حركة النهضة على أساس التحوير القادم. هذايا تحكيت يبدو يبدو لأنه هذه المؤشرات الأولية، مش يبدو. خلينا نمشي للفرضية هذه، هل لو تم هذه التحالفات مع حركة النهضة بين مثلا حركة وفاء ولا التحالف الديمقراطي، هل باش تكون نفس القاعدة هي اللي باش تبني قاعدة التحالفات الانتخابية القادمة؟ ما تصورش النهضة لا تتحالف انتخابيا، النهضة إن شاء الله ترضي الشقوق والصراعات داخلها. النهضة ما عملت هكاية، تذكروا قبل انتخابات 23 أكتوبر شعملت، جات عايدت لسي محمد القوماني وسي أحمد بن صالح وخمسة استحزاب لمتهم وعملت بهم تحالف وبعثت لهم فهمتي وقتها الأستاذ نور الدين البحيري فوضى معهم باش يعملوا جبهة وكذا وانتخابات. بعد قلت لهم باي باي، بعد قلت لهم نعمل انتخابات ونتحالف بعدها، النهضة باش تدخل الانتخابات وحدها فقط دون غيرها، بعد تعمل الحساب. هي تو تربح في الوقت وتناور، هذه هي ما عندهاش تناور من أجل ماذا؟ باش تربح الوقت، باش تخلق في بالها شروط إيجابية لصلاحها في الانتخابات القادمة، لأنه تو الظروف ما تخدمهاش. تو نعطيك من مثال، اليوم النهضة اش تعمل؟
يجي يقول لك راهو نحن حاجتنا بالانتخابات في جوان القادم، في حين انهم عندهم قناعه انه مستحيل السيد راشد الغنوشي وفي لقاء بحضور الرئيس المؤقت وبحضور السي عبد الرؤوف العيادي وبحضور السي احمد الخسخوسي وانا موجود، سالوا الرئيس المؤقت قال له انت تنجموا تعملوا انتخابات في جوان القادم؟ قالوا لا مستحيل، لكن البرا يخرج يقول راني نحبوا نعملوها في جوان القادم. هذه ازدواجيه الخطاب، يعني في اجتماع يقول لك لا راني انا ما نجمش نعمل انتخابات ويخرج لك البرا اليوم مش يحبوا يعملوا هما، هل نحب نعمل انتخابات وما يعملكش الهيئه العليا وما يعملكش الاطار البشري اللي باش يجوز الانتخابات تشرف عليه وما يعملكش القانون الانتخابي اللي مازال ناقشناش وما يعملكش الدستور اللي فيه النظام السياسي باش نعرفوا انه النظام الانتخابي ينشا على ذلك النظام السياسي، وهات وهات وهات. لذلك كانوا ساعات عندهم زلات لسان، هي مش زلات لسان، عمليه مدروسه مقصوده باش يهيئوا الراي العام. يجيك واحد يقول لك والله الانتخابات باش نعملوها 2014 ومن بعد يقول لك لا راهو راي وحده. احزاب الطاعه هذه ما فيهاش واحد راي وحده، هذوما ما يفكروش راهو، هذا حزب الطاعه. فما امير يحكم يفكر يقرر والبقيه يتبعوا. او هو يقسم عليهم الادوار. فماش واحد يفكر وحده. نعرفوهم نحن بالمليح الاحزاب هذه، الاحزاب مغلقه. واحد برك يفكر البقيه ما عندهمش حق. باهي مادام نحكيو على هذوما دقيقه يجيك يقول لك راهو 2014 كان الناس ردت الفعل، يقول لك لا راهو هذاك راهو هو. كان الناس ما ردتش الفعل. فهمت يولي هيئ لك في 2015 بعد وهكذا. اذا الناس هذوما النهضه الان تربح في الوقت وتهري في الاطراف وتخلق في صراعات داخل الاطراف السياسيه وتضرب في التحالفات، ثماش ما يتخلق لها مجال تنجز فيه الانتخابات في وضع هي مريح لها وغير مريح لغيرها. هذه خطتها. السؤال مادام نحكيو على تحالفات وخلينا نرجعوا للجبهه الشعبيه، فما كلام يدور الان انه باش يتم انشاء تكتل جديد للقوى الديمقراطيه ولا اللي ما يعرف الان باسم التحالف من اجل تونس. غير غير معني به الجبهه الشعبيه، جبهه سياسيه عندها برنامجها وعندها تصوراتها وعندها قرار باش تدخل الانتخابات القادمه العامه في كل المواقع باسم الجبهه وببنات وابناء الجبهه دون غيرهم. هذا بالنسبه لقرارها. والله في المستقبل تصير تطورات خطيره برشا في البلاد، تجتمع الجبهه وتقرر. الان هذا قرار وموقف رسمي أن الجبهة غير معنية بهذه التحالفات أولا. اثنين، برنامجنا وقراءتنا تصوراتنا تختلف على التجارب الأخرى. نحن نحترم التجارب الأخرى والخيارات الأخرى، ونحن بيناتنا نحن مضبين البلاد فيها أربع خمسة كتل كبرى باش يسهل على التونسي يختار، باش التونسي يلقى برامج بالحق ويلقى نخب بالحق وقيادات بالحق ويلقى أطر وأدوات بالحق قادر على التعب وقادر على تجنيد الناس وقادر على انها تحكي وقادر انها تخلق اطارات وكوادر وتقدم من البلاد. نحن مضبينا انه تكون الخارطه واضحه، والجبهه الشعبيه هي عنوان بارز في هذه المعادله. الان يقر بذلك القريب والبعيد. ثم حاجه، ثم الناس ما تفرقش بين التقاطعات والتحالفات. نحن رانا نجموا نتقاطعوا ونلتقيوا مع هذا الحزب او ذاك في مهمه، مثلا العنف اليوم غول نحن ضده، هذه مهمة يمكن نلتقي فيها التوانسة الكل ضد الذي يمارس في العنف، لكن هذا ما يبنيش تحالف، ما يبنيش جبهة. والجبهة وارد أنها تتوسع أكثر نحو قوى يسارية أخرى. كل من يتبنى برنامج الجبهة هو عضو فيها بالنسبة لنا. واضح سي شكري، يعطيك الصحة على كل هذه الإيضاحات في هذا الجزء الأول من برنامج الأحد السياسي. شكرا لك إبراهيم بوغانمي رئيس تحرير بإذاعة جوهرة أف إم. نتقابلوا في هذا الجزء الثاني بعد الفصل. فضل. تحية مجددة لكم واتبعوا الجزء الثاني من برنامج الأحد السياسي. ضيفنا هو سي شكري بالعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وقيادي بالجبهة الشعبية. مرة أخرى مرحبا بك سي شكري. يعيش. ينضم لنا في هذا الجزء الثاني الزميل الصحفي والإعلامي سفيان بن حميدة، مرحبا بك. إذا هذا الجزء الثاني سي شكري نفتتحه بحدث كبير نقول نحن دولة جميع وسائل الإعلام، وبات يعرف بقضية شيراتون جيت. من الناحية السياسية كيفاش ترى هذه القضية؟ تفضل. والله من الناحية السياسية فما قضية شك في فساد مالي في عبث بالمال العام، هذا يشكل حقيقة مشكلة. الجوانب الأخرى غير معني بها التوانسة، وأنا في تقديري ذكرها يشكل اعتداء على الحريات الفردية وغير مقبول. اللي يهمنا كتوانسة هو لما مسؤول حكومي يمشي يصرف فلوس في غير محل وغير ما هو مخصص له، هذه هي الإشكالية واللي هي مربوطة بقضية الفساد.
وملف الفساد تبقى للتقارير اللي تقدم فيها المنظمات والجهات العديدة تنامى في عهد هذه الحكومة وزال وانتشر واللي خذا أبعاد أكبر. أنا في تقديري أهمية ما هالقضية اللي تعرض لها وزير الخارجية في تقديري مهيش مهمة في ذاتها، مهمة أنها تخلينا اليوم نطرح قضية الفساد من جديد، لأنه ثم حوايج أخرى مخترة برشا. وقلي أن نلقى قضية الأموال المحولة كتبرع من الصين وهذا يخلينا مشكلة. وقلي نشوف أنا اليوم عندنا معطيات، أنا عندي معطى ما نعرفش علاش مسكتين عليه، وقت يجي ويقولون وعاملينها في ندوة صحفية، يعني يجي يقولوا المساحات الكبرى التجارية هذه الجراند سيرفايس هذوما أنا باش نعطيه 14 ولا قداش، وفي سوسة وفي تونس وفي كذا، والشروط اللي عملها السيد الوزير ما تنجم تعطي كان الناس الخمسة الأشخاص اللي كانوا وقت بن علي وهم أثر أثرية تونس ورموز الفساد والإفساد، هما بيدهم يحطوا إيدهم عليها بتزكية من حركة النهضة وبوساطة من بعض الوزراء، وهذا ملف باش نفتحوا لهم قريبا بالحجه والدليل وبالتصور. نرجع لل يعني اليوم اللي وقع بالنسبه لي فيما يتعلق بوزير الخارجيه هو يفتح من جديد ملف الفساد على اوسع ابوابه، واللي هو في تقديري عنوان من عناوين اللي جات الثوره باش تنسفوا باش تبعدوا، جد ضده ثورتنا كانت ضد الفساد كما هي ضد الاستبداد والديكتاتورية. وكيفاش ترى الهبة الصينية اللي تم تنزيلها مباشرة في حساب لوزارة الخارجية من غير المرور بخزينة الدولة العامة؟ أولا خلينا نصحح لك المعلومة، ما هوش في حساب وزارة الخارجية فقط، بل في حساب خاص بوزارة الخارجية عادة مطروح للعمليات السرية ولا المشبوهة ولا لخارج الحساب. يعني هو تم في العادة كيصير أي اتفاق نجم في هبة أو إعانة يقع صبانها من طرف الدولة هذيك للخزينة العامة، والخزينة العامة تفكتها مباشرة على حساب متاع الوزارة المعنية، والوزارة تدخلوا في حساب آخر اللي خاص بتلك العملية دون غيرها. اللي تم هذا في كثير من الشبهة، في كثير من الشبهة، لأنه تحط في حساب خاص مباشرة أولا، والحساب هذا مش حساب العادي الكبير متاع وزارة الخارجية. ثلاثة، وأنا سمعت كلام غريب وعجيب في الجانب هذايا، والله هاول المهم الحسابات. لا سيدي، راه في وزارة الخارجية، ردوا بالكم، مش وزارة كالوزارات الأخرى، مش وزارة السيادة، لا، وزارة الخارجية وزارة فيها كفاءات من أعلى طراز وعرفوا بنظافة اليد وبإتقانهم الدقيق لمثل المسائل هذه. يعني كي نجي أنا ونلقى الفلوس تصبط بطريقة مباشرة، سامحونا ثم شبهة، سامحونا ثم أكثر من شبهة موجبة لفتح تحقيق قضائي على معنى الفصل 96 من مجلة الجزائية. هذا واحد. اثنين، اليوم هذا يطرح علينا سؤال آخر وطرحوه برش توانس، رو جاتنا فلوس في حدود 5800 مليار فينهم؟ مع التو باش نطرحوا كل شيء، فينهم لأنه اشتولي توا يزن نراجع ونشوفه فينهم الفلوس قاعدة تصب مباشرة بالطريقة هذه، وإلا تهبط كما يلزم، تهبط طبقا للتسلسل والقنوات المالية المعمول بها واللي تخضع للرقابة والمحاسبة. هذا يطرح علينا أسئلة كبيرة ومخترة. قضية هذه الهبة الصينية وكيفية تنزيلها، إذا نضيف عليها قضية شيراتون جيت كما كان يقول زميلنا ياسين، حسب كنتي هل هي مبررة للمطالبة باستقالة وزير خارجية السيد رفيق عبد السلام؟ لا، لأنه اللي برر إقالة السيد رفيق عبد السلام من قبل، لأنه غير كفو. يعني تولى من سنه فضيحة كيف هذا؟ هذا يا سيد، شوف شنو سياسنا الخارجية، نحن عم من فضيحة لفضيحة ومن كارثة لكارثة، مست البلاد وسمعتها. يعني هذه حكومة دخلت خشمها في الحركة الوطنية الفلسطينية وعوض أنها تكون عنصر توحيد ولا تتقسم، هذه حكومة دخلت روحها وكانت عرابة لعدوان أطلسي على ليبيا، ودخلتنا في سين وجيم ومشاكل وهندفع في الثمن فيها أولادنا اللي في ليبيا، هذه حكومة دخلت خشمها وعرابة لعدوان غريب وعجيب بتعرض له سوريا، ونحن ضد النظام السوري، نظام ديكتاتوري إرهابي للآخر، لكن نحن ضد تدخل خارجي يقسم البلدان ويقسم الدول ويقسم الشعوب وما رعوش حتى فمتي ولا مصالحنا ومصالح أولادنا. هذوما داخلين في سياسة محاور، أخطر ما فما محاور وريناهم
ويتجراو محاور وكانوا محور ضد الشقيقة الجزائر. هذو مش فاهمين أنه الجغرافيا تصنع التاريخ. الفشل الدبلوماسي أيضا نروه في عناوين أخرى. فين استرجاع الفلوس بتاعنا؟ فين استرجاع هذوما المطلوبين من العدالة؟ فهمتي؟ ذكروه في السيشل صخر الماطري، أما ذكروش هو في قطر الدولة الحاضنة والحامية، ما ذكروش في قطر ميسالش، أما في السيشل نخلطوا عليه. فضيحة السيد العقربي واللي فضيحة كبيرة. إذا نجيو السيد رفيق بن عبد السلام بوشلاك لا يمكن أن يكون موظفا صغيرا في وزارة الخارجية. هذايا أعطيت له هذه الوزارة إكراما لصهره، والتوانسة جاوبوا راه. التوانسة ريتوش الشعار الأقوى توا الأشهر الأخيرة. التوانسة فد فد الشعب فد فد ما طرابلس يجدد، لأن ثم إحساس أنه عند طرابلس يجدد، لأنه ولت المناصب تعطى للأسهار والأقارب والولاء الحزبي كما كان قبل. في الإطار هذايا أصلا غير مكفو ومؤهل باش يشد ويحتل هكا الوزارة اللي هي كانت مدرسة حب من حب وكره من كره، وعندنا إطارات وكوادر، والدبلوماسية التونسية كانت متميزة. لكن من جهة أخرى أعضاء المجلس التأسيسي قروا من جهتهم الترفيع في المنحة متاعهم واتخذوا قرارهم بعد منتصف الليل. سي سفيان وقتاش؟ وما شفناش الأحزاب السياسية ردت فعل. لا ردينا فعل. معناها السؤال هو هل لهذا الحد أصبحت استوت الأمور وأصبحت الأحزاب والتنظيمات السياسية والرأي العام التونسي يقبلوا بالأمر الواقع؟ لا مش صحيح. أولا نددنا كأحزاب ونوابنا وممثلين في المجلس التأسيسي نددوا. أما نحب نسأل علاش عملوها في الليل في آخر الليل بعد نص الليل؟ رو هذه ذكرني بك اللي يحب يخبي حاجة ولا يسرق في حاجة ولا يختلس حاجة. وأنا رجل قانون وظرف الليل ظرف تجديد، لأنهم كان جاوا يعملوا في حاجة مشروعة كان يعملوها في ضوء النهار. يبدأ الموظفين اللي فقدوا وضعهم الدهور وقدر 700,000 موظف قدرتهم الشرائية دهورت، ما ذاكم ما عندهمش حق في الزيادة. عمال الحضاري يبقوا في عمال الحضاري ب 120 دينار كل هكذا. أما نوابنا في مجلس التأسيسي يتعاملوا بمنطق الغنيمة، هز بركة، والشارع رفضهم والشعب رفضهم. وأنت كي تشوف حركة الاحتجاج اليوم في الولايات في سيدي بوزيد وفي القصرين وفي قفصة، اليوم في الرديف، اليوم في أغلب ولايات البلاد قاعدين يقولوا في كلام هذايا. الأحزاب قالت وما تصورش أنه هذايا باش يتعدى سلامات، لأنه هؤلاء تخلوا على دورهم الحقيقي باش يعملوا حوايج أخرى باش يضمنوا امتيازاتهم. وكما قلت لك الشعار اللي رفعته المرحلة تو الشعب فد فد مطلب السيجدد، يعني رجعنا لنفس المعبوكة. حاجة من اثنين، مجلس تأسيسي اللي اتفقنا أنه يكون عام والناس هذوما خانوا المواثيق والعهود، عام فما عام باش يعملوا لنا دستور جديد، فات العام وما عملوش الدستور. هذا دليل على انهم حاجتهم بحوايج اخرى، ولا هم في المجلس التاسيسي مآرب اخرى غير دوره الاصلي. سي شكري انت بيدك معناها تقول عنك الاخبار المتداوله الكثير خاصه على صفحات فيسبوك. سؤال بسيط جدا، هل لديك ما تخفيه على التوانسة؟ والله شنو هل لدي ما أخفيه؟ في الفيسبوك مواقع متاع حركة النهضة نسبوا لي نملك ضيعات وسواني وكراهب، أنا ما عنديش برمية وكاري لحد الآن. أنا عندي لهم حاجة، يا سيدي اللي يطلع ملكي خذوا 90% واعطوني 10% منه فقط. أما نحب نقول حاجة، هاو في نوصل المستوى متاع الخصومة السياسية، هذا كذب، والكذب شرعا حرام واخلاقيا عيب بلغة المجتمع. وقت اللي تصبح خصومة متاع حزب مع حزب تتم بالحملات كيف هذية، نقولوا راو هذه أحزاب لا أخلاقي. ونحب ننهي بجملة واحدة في هذا، التوانسة فاق يا حسرة، ما قالوا لهم يخافوا من ربي، انتخبوا اللي يخاف من ربي شوية. اللي طلعوا هما بركة ما يخافوش من ربي، الناس كل طلعت تخاف من ربي كان هما ما عاتش. توا كلام الليل مشى مدهون بالزبدة، وكلام الفيسبوك تطلع عليه شمس الحقيقة ويذوب وما يبقى في الواد كان حجره. وكان ثم حاجة لنتحاسب وماذا بينا نسكن وانا أولهم خلي يبدو بيا ميسالش. الاتهامات موجهة ليك أيضا تتعلق بعلاقاتك مع أجهزة النظام السابق، ما حقيقة
هذه الروايات. ما هو حقيقة الروايات ما هو قالوها، قالها السيد ذاك شيخ الكذابين اسمه اللوز، وقالها اسمه أحد الأعضاء معهم في حركة النهضة. أنا ممكن جاوبي واضح أن نتحدوهم، وعلي العريض أن نتحدى علي العريض، ما هو توش وزير داخلية ولا وفيدو اللجهزة وفيدو الأرشيف. نحن أول من طالب كشف أرشيف البوليس السياسي، إن شاء الله إن شاء الله ما يطلعوش أعضاده وأقاربه واشتر قيادة حركة النهضة واشتر الحكومة والوزراء هم اللي كانوا يتعاملوا، وماذا بينا أي حاجة يلقوها علينا يهبطوه. ماذا بينا نحن مع المكاشفة والمصارحة ومع أن ينشر الأرشيف البوليس السياسي. حسب رأيك علاش الأرشيف السياسي هناك ممانعة في الكشف عنه ووضعه على ذمة كل التونسيين؟ هو علاش؟ خاطر توا الكلام اللي خرجوه ناس كانوا قيادين في النهضة وخرجوا منه، هما قالوا راو فلان، وهم يسموا في بعضهم. ما هو ريت وليد البناني كيفاش قال على خميس المجلي، قال ذكر طردناه خاطر طلع بوليس سياسي. أنا تو ما حاضر عندهم، هو يسبوا في بعضهم، هما طلعوا ثلاثة أرباعهم بولي سياسي، هما يقولوا في على بعضهم في كلام هذا. هاو سي الهميسي في فرنسا وفي بريطانيا أعطى قوائم كاملة في قيادات نهضوية، وهذا كان لهم من القيادات التاريخية متاعهم. إذا يظهر لي وكي نسمع سي علي العريض يقول راه هذا باش يمس عائلات يحب يسرهم، إن شاء الله ما تكونش فهمتي ولا العائلات هذه مصاهرة وقريبة. إن شاء الله نحن مع حق التوانسة في معرفة الأرشيف بتاع البولي السياسي. لكن هذا يخوف، هل هناك خشية من إتلاف الأرشيف؟ وارد جدا، هذا مفيدهم الماكينة توا، وعلى ذاك طلبنا ونطالب، وما نحبهمش يضيعون جزء من ذاكرة متاع البلاد هذه، لأن المجتمعات المتحضرة يسيدي نعملوا لجنة من الكفاءات الجامعية المختصة. هنو عندنا أستاذنا الجليل عبد الجليل التميمي، هنو يشوف لجنة وكذا من الخبراء من الناس المختصة اللي يديهم منظاف وتاريخهم منظيف ويشوف ويفرز ويخرج. المهم خليها تكون بين أيدي أمينة فقطنا، خاطر ينجموا يعبثوا به. والوقت هذا كل تذكر وقت حكاونا على قائمة متاع الصحفيين، تذكروا سي لطفي زيتون كان حاطها في جيبه يعملها كبيده، ديما يعملها كبيده، يذكرني كأنه حاطها في جيبه تلاني. سي لطفي زيتون فين القائمة متاع الصحفيين؟ لأنه وقت اش عمل يخوف الصحافي اللي ما يريدش تنهبطوك في القائم. بعد عملوا هنا في القضاة سي نور الدين البحيري، بعد عملوا هنا في رجال الأعمال، لأنه شنو فكرتهم على التوانسة؟ نحولوكم الرهائن. الحزب هذا حول التوانسة الرهائن، ومخلي أرشيف البوليس السياسي اللي نحبوه يتكشف باش نعرفوا شكون الرهائن الحقيقيين اللي كانوا عند بن علي واللي اتصلوا عند بن علي واللي عملوا مراسلات من السجن عند بن علي واللي قدموا الاعتذارات لبن علي واللي قدموا قوائم ببعضهم لبن علي، تنعرفوهم وقت ساعات وتنكشف الحقيقة، تنشوفوا المراسلات، تنشوفوا اللي رجعوا 2010 واللي هما في قيادة حركة النهضة الآن واللي تو فيهم شكون في المجلس التأسيسي كيما سي عبد المجيد النجار اللي في 2010 عملنا مدحية في بن علي بعشر صفحات، عشرة صفحات بك العربية القحة نتاعو هذه كلمة زيانة الحلوة، واللي قال راني أنا بلدنا فيها منجزات ومكاسب وكبيرة ونحن كنا غلطين ومش معقول هذا وكذا. خلينا نعرفه ليت علاش أنا مع الحقيقة للناس. تصور أنت في نوصلك بهم الحالة اليوم شهداء رديف لا يدرجون، تعرف علاش؟ لأنه هذوما يتعاملوا مع البلاد بذهنية إيديولوجية إلغائية، اللي مش معانا كله لابد أن يحرق ويسحق. لكن أنت اللي قاعد تقول فيه هو بطريقة غير مباشرة معناها محاولات لنصف مسار العدالة الانتقالية. بالعكس، نحن مع العدالة الانتقالية واللي ما انطلقتش لتو. نحن اللي قلنا والسيد سمير ديلو أستاذ وزميلي سابق وعملنا لقاء مطول وطرحت الحوايج مكتوبة واضحة موجود هو، وقلنا نحن مع هيئة مستقلة راهي ما تنجمش تكون هيئة حكومية. رغم الأول وقلنا رانا نحن مع مجلس أعلى لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، هذا يكون فيه الوزارات وفيه المنظمات وفيه الشخصيات، هذا يكون ضمير الثورة والبلاد، هذا يكون ضامن حقيقي، هذا يرقب السجون ومنه هو فما إطار قار مستقل العدل الانتقالي، لأنه ما تنجمش يكون فيها الحكومي. هذا طلبنا به نحن سفيان،
نحن اللي حرصنا على أنه نخرجوا قانون العدل الانتقالي في أسرع وقت ممكن، لكن الله غالب مثم ناس من مصلحتها ريت الرهاين باش يدبروا روسهم، باش لجال العمل يبقوا تحت الخوف، باش فهمتي ولا العديد من المسؤولين يبقوا تحت الخوف، باش نسيبوا اللي نحبوا ونحطوا اللي نحبوا ونخبوا اللي نحبوا، باش مثلا بشير تكري نسيبوه، هذا كان نسيبوه، ناس اخرين تبقى في الحبس تخزز ولا ندخلوها الحبس. اذا باش تعرف انه باش مثلا نتحكموا في القضاء، نعينوا القضاة وقت اللي نحبوا كيما نحبوا ونعفيوا اللي نحبوا، وما نعملوش الهيئه المستقله المؤقته للقضاء اللي تنجم توفر اقل من الحد الادنى نتاع الاستقلاليه، باش تسي وزير العدل اللي يحط القضاة اللي حاجته بهم في المواقع اللي حاجته بهم، وتولي عنده دائره اتهام في محكمه الاستئناف على قياسه، يحكم بها وقت اللي يحب ويعدلها وقت اللي يحب. مثلا ريت علاش شكون اللي ضد العدل الانتقاليه؟ الحكومه ضد العدل الانتقاليه، وهي التي اجلتها، وهي التي عرقلتها. وهذا كلام مش كلام شكري بالعيد يستضف الملعكرتي، هذا كلام الجمعيات المستقله راهو، هذا كلام الرابطه التونسيه دي فن حقوق الانسان والمجلس الوطني للحريات والمركز نتاع الاستقلال القضاء والمحاماه وغيرها. هذا قول المجتمع المدني المستقل التونسي، مش كلامنا نحن. واضح سي شكري، شكرا لك سفيان. نتقابلوا في الجزء الاخير من برنامج الاحد السياسي ولكن بعد الفاصل. مرحبا بكم إلى برنامج الأحد السياسي، تابعوا معنا هذا الحوار مع سي شكري بالعيد، وينضم لنا في هذا الجزء الأخير سي سفيان بن حميدة وسي إبراهيم بوغانمي، مرحبا بكم مرة أخرى. سي شكري، كي نسمع جميع تدخلاتك يلزمنا نثير معك نقطة مهمة ياسر، وحتى كلامك يخلينا نحيل الحديث إلى نقطة الأخلاق السياسية. لاحظوا أنه منذ فترة قريبة وحتى منذ سنوات وصلت الى مستوى في الحقيقه متدني، كيفاش ترد على هذا صحيح. الراي قبل كانت بن علي مسيب الصحافه الصفراء نتاعو ضد المعارضين وضد نشطاء حقوق الانسان، يسبوا اخلاق ويدخلوا في اخلاق انه في سلوك وفي حياته الشخصيه. من بعد الثوره لسوء الحظ انه هو بدينا نتكشفوا على حوايج هذية، بدا تشويه وتشهير ومس باعراض الناس، وهذا مرفوض. شنو المطلوب سياسيا؟ من حق الخصومة السياسية أنك تتصيد أخطاء الآخرين السياسية الفكرية البرنامجية، أما ما يتعلق بالحياة الخاصة للبشر بالنسبة لي هذه من الحقوق والحريات الفردية اللي لا يجب المس بها بتاتا. أنا ما عنديش مشكلة مع فلان وعلان، أنا عندي مشكلة مع برنامج ومع التصور ومع قراءة ومع حلول ومع مقترحات ومع سياسات، أنا ضد وضدها بحزم. وأنا مثلا يوجه لي ديما أنك حاد لكن لا أمس الآخرين، أنا لا أسلط نقدي على فلان في حياته الخاصة وفي دنيته في كذا. وكي تشوف توا الفيسبوك وفي كذا ولت حالة خايبة، ومن بعدها ما عادش الفيسبوك ولت الجرايد، يعني توا ولت عندنا جرايد مختصة في مس أعراض الناس وهتك أعراضهم وبفحش القول. هذايا في تقديري أحد أذرع الديكتاتورية، لأنه يعني الغياب الأخلاق السياسية وهالمداخل هذه اللي تستوي فيها الرؤوس، هذا أداة من أدوات الديكتاتورية الرديئة، وتتحمل فيها الناس كل مسؤوليتها، كلها عليها تتحمل مسؤوليتها، وعلى رأسها الإعلام. طيب هو يقول قائل هذه سياسة، شنو الإعلام؟ ضرورة أنه هياكل مهنة الإعلام تقوم على ميثاق شرف، لأنه ثم جرائد وثم محمد غير مقبولة، والسياسيين أنا أيضا لابد من التشهير به. اللي يدخل في حياة الناس الخاصة فهمتني مهما كانت الخصومة غير معنيين بحياة الخاصة للبشر مطلقا، ما كانش تولي محاكم تفتيش وتولي قيل وقال وتولي إشاعات، وتولت الإشاعة في تونس أهم الحقيقة، وثلاث أربع الخطاب السياسي إشاعة. فشلت تونس في الحصول على منصب المدير العام لمنظمة الألكسو، هل فشل وزير التربية؟ هل فشلت حكومة الترويكا؟ هل فشلت الدبلوماسية التونسية؟ شنية الحكاية؟ الحكاية بسيطة، هو ما ثماش فشل جزئي سي سفيان. طوى هذا منصب هام كان عند تونس، هام ويمكن تخدم له، خاطر شنو هو؟ انك موقع من هذا القبيل لازم تخدم له تهيئ له.
يلزم فهمتي ولا تواصل بناء مع الناس، يلزم انفتاح، في حين انه السياسه الخارجيه نتاعنا ولت سياسه محاور وسياسه استعداء وسياسه هذا ضد هذا، فلذلك السياسه تخدم في اجنده نتاع دوله اخرى مش نتاع تونس. لذلك ما تنجم الدبلوماسيه كانت تكون فاشله وتؤدي لهذا التسويق. اثنين، بصراحه السيد وزير التربيه كان ايضا عنوان من عناوين الفشل في حكومه الترويكا. يعني شنو نصدروا لهم الفشل نتاعنا المنظمه العربيه للثقافه والعلوم والتربيه والعلوم؟ شنو مكاسب يعني؟ شنو منجزات ولا عملها لنا؟ شنو الاجراءات الهامه؟ هاو ملي جاو هو من الازمه مع الازمه في جره الازمه مع كل القطاعات اللي ترجع له بالنظر، وهاكم تشوفوا ولت القضايا في المحاكم من طرف النقابات ضده. فلذلك انا في تقديري ثم خطا في الاختيار وثم خطا في تسويق الحاله، لان راهي ما تجيش الحوايج فجاه. شوف الثوره التونسيه اعطت مكانه خاصه لتونس، عوض انه يستثمر اعطتنا راس مال رمزي ضخم جبار مش للعرب بركة في العالم، والجماعه بدوه في بضعه اشهر في عوض يثمنوه ويعيروه ويرتقيوا به ويسوقوا على اساسه. هذا غير، ونعطيك مثال بسيط ونهي. في حالك بلادنا المفروض راهي الدبلوماسيه نتاعنا راهو سفراء من كبار المثقفين في بقايا ومن كبار الاقتصاديين في بقايا اخرى، وراهي وفود، راهو رجال اعمال، راهو المثقفين مبدعين جامعيين، راهو يدوروا في العالم ويسوقوا في صوره تونس الجديده باش يجيبوا لها العطف ويجيبوا لها الفلوس والاستثمار ويجيبوا لها المكانه ويجيبوا لها احتلال مواقع متقدمه في المنتظم الاممي. نحن شوف عمل قراءه للسفراء نتاعك. النقابه نتاع وزاره الخارجيه تكلمت لين صوتها باح وحد ما حب يسمعها. اعمل قراءه وشوف. تشوف تقاسم غنائمي نتاع الناس لا كفاءة لهم. ما عندهمش تصور للوضع الدولي ومكانة البلاد اش نجم تكون. مش فاهمين انه الثورة في حد ذاتها أكبر رأس مال يمكن يخليك تطلع وتحلق وتفرض وتتموقع في بقايا عمرك ما كنت تحلم باش توصل له. مالوريزمون الجماعة هاول هنا مرة أخرى انعدام الكفاءة. فشل نتاع حكومة ونتاع خيار ونتاع دبلوماسية. اللي خذا المنصب العام نتاع منصب المدير العام للأليكس هو كويتي، يعني ينتمي إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا الكيان يعني في مجمل أهم أعضائه هم حلفاء لحركة النهضة. وفي نفس الوقت المرشح المنافس كان من الكويت. نفس المفارقة نشوفوها أنه على مستوى تركيا. تركيا حليف واضح جدا لحركة النهضة، لكن مؤخرا يعني تساهم في أنه صورة حركة النهضة لم تكن ولا الحكومة ما كانتش بالشكل الناصع ولا المشرف جدا بعد ما تسلمت سيدة العقربي جائزة على أرض تركيا، ويعني كأنه فما مفارقة، يعني الحلفاء ربما يسوقون لصورة غير مشرقة لحليفهم. أولا ما نسميهمش حلفاء معه، المسألة أقل من ذلك. الحلفاء دول عندها سياسات ومصالح ومشتركة، في بالي المسألة أقل. النهضة عندها رعاها، رعاها هو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين اللي مجلس الإفتاء متاعه في قطر تحت جبة القرضاوي وأمير القطر. هذا الرعي، هذا الحضن الدافئ متاعه، أكثر من هذا لا. فلذلك بالنسبة لهم النهضة بددت قيمة الثورة التونسية وبددت الرصيد المعنوي العظيم. هذا لعب دوره. اثنين، ما عندكش دبلوماسية فعالة. راهو حتى حلفائك إذا كان ما تسألهمش وما تمشي لهمش وما تغيرش رأيهم، ما تخلقش رأي عام داخلهم لصالحك، وما تبنيش عناصر قوة ثابتة داخل البلدان هذيك، تتبدد. من أنت إذا كان ما تخدملوش؟ هذه خدمة نتاع ومجهود، ماهيش خدمة نتاع أو تبويس الحي كما يقولوا الخليجيين. تركيا كف صفعة. تركيا أولا ما تعتبروش حركة النهضة حليف، الأخ الأصغر للحزبهم فقط، يعني لم يرتقوا لتو وصرفوا كدولة وما في بالهمش، لأنه دبلوماسيتك كانت غايبة، وزارة العدل نتاعك كانت في نوم عميق. إذا ما يلزمش تلقي على الآخر التهم. وقتاش نجم أنا نحمل مسؤولية تركيا؟ وقت اللي أنا نقوم بدوري، وقت اللي أنا عندي دبلوماسية نشطة، وزارة عدل نشطة، وعندي فريق عمل يواكب المجرمين اللي طلب بهم الدولة التونسية باش تسترجعهم باش تحكمهم وأموالنا يا سيدي سويت، وقت اللي هذا ما فماش. فين سفيرك في تركيا؟ حدث كيفاش ما في بالوش؟ فين سفيرك في باريس باش يعرف انه ثم شكون ماشي؟ ما فماش. يغطونا في نوم عميق. اذا لهنا قبل ما نحكي على تركيا وقبل ما نحكي على الكويت ومجلس التعاون الخليجي، نحكي على عنوان الفشل اللي عندنا. اذا حتى مش يحترموهم بعد، ما يحترموهمش.
راهو الدول ما بيناتهاش لا قناعات لهم يحزنون، الدول بيناتها لصالح وبيناتها خطط عمل وبيناتها رصيد يبنى شيئا فشيئا. هذا الآن مفقود، الرصيد يقع تفتيته، خطط العمل ما ثماش، والكفاءة منعدمة، وسرعة الحركة غايبة. كيفاش تحبهم باش يسمعوك؟ سي شكري، هات نمر إلى موضوع القضاء. قررت المحكمة العسكرية التشديد في الحكم على المستشار السابق لرئيس الجمهورية المؤقت أيوب المسعودي، ومنعه من السفر وحرمانه من الوظيفة العمومية ومن المناصب السامية. تشوفشي أنه في هذا التشديد تنكيل بمواطن قبل كل شيء رفع صوته ضد مؤسسة مهابة يخافها الجميع وهي المؤسسة العسكرية؟ أولاً المحاكمة غير قانونية وغير عادلة. غير قانونية لأنه ما نجمش الخصم هو الحكم، هو السيد. مش معقول أن وزير الدفاع هو اللي هو رأس ورئيس الهيئة القضائية العسكرية، هو رأس، هو اللي يرقي، هو اللي يعاقب، هو ومن بعد نجي هو خصمي وهو اللي يحكم عليه. هذه محاكمة غير قانونية أصلا، غير قانونية لأنها أيضا تأسست النصوص ما عندها حتى علاقة. هذا السيد عمل تصريح ثم المرسوم 115، عمل تصريح صحفي إعلامي. ثلاثة، مظلمة حقيقية. همش يقلقني في العملية أنا هذه مش التعسف والضهاد. أولا كان يلزم يتحاكم قدام القضاء العدلي بنصوص تنطبق بالحق، وأيضا يلزم نفهم مسألة، نوليش اللي حاجتي بيه أما نعديها على بعض قضاة، بعض في النيابة العمومية وبعض قضاة التحقيق، وبعد يتعدى لي دائرة اتهام 13 دون غيرها، وياخذ هكا الريزو. وكان قبل عملنا هكا بن علي، وعملنا هكا التكاري، وعملنا هكا لطفي دواس، يجي عند قاضي التحقيق الفلاني ويمشي عند الدائرة الفلانية في الابتدائي ويطلع الدائرة الاستئناف الفلانية، وهكاك اللي حاجتهم به. اليوم القضاء واستقرية القضاء راهي مسألة جوهرية، لا ثورة ولا تقدم ولا ديمقراطية ولا انتخابات ولا بناء مؤسسة دولة ولا نظام جمهوري ولا دولة مدنية بدون قضاء سيد مستقل. وهي هنا المعركة والمفصل. عفهمتوش علاش اليوم النهضة وكتلتها رفضت في المجلس التأسيسي أنه يقع المصادق على القانون المنظم للهيئة المؤقتة العليا للقضاء؟ ليش باش يبقى سينور الدين البحيري يخدمنا بالمذكرات، وإلا يجيب لنا كالجفة اللي اسمه مجلس على القضاء متاع بن علي، اللي كان سينور الدين البحيري وكنت أنا معاه ناقف في الجلسات العامة متاع المحامين ونقولوا هذاك راهو يد الدكتاتوري، هاو جاب لنا يد الدكتاتورية سينور الدين البحيري متاع بن علي باش عين القضاة اللي حبهم فين حبهم بمذكرات. ما هوش عندنا هيئة تضبط لنا الحركة وتسمد الخطط، لأنه يعرفوا اليوم أنه يلزم يسيطر على القضاء لأنه هذاك ضمان تضمانات، واليوم هذا يتضرب. اللي صار نرجع للأيوب، اللي صار في حقه مظلمة، ترقى لطور الفضيحة، مظلمة ما يلزمش تسكت عليه. مش في الترفيه في العقاب بركة، مش تنكيل الوظائف والأوسمة وعمان عم السفر ليش؟ مع العلم كان قرار سياسي ومحاكمة سياسية من الأول. تذكروش ثم قيادي في الحزب اللي كان فيه أيوب قال لا توم يسالش توم بعد الرئيس الجمهوري باش يعفو عليه، تذكروا هاش قبل القضاء؟ يعني هذوما بالنسبة لهم نفس الوضعية القديمة. أيوب تعرض المظلمة، ترقى لطور الفضيحة، واليوم السكوت عليها هو مشاركة فيه. لذلك مدعوين كل مكونات المجتمع المدني، كل أحرار البلاد، كل القضاة الشرفاء يلزم يقولوا إياكم أنكم تحولوا ساحات المحاكم إلى ساحات من جديد لتصفية الحسابات السياسية. يا سيدي هذا أعطى تصريح خاطئ، رد عليه بتصريح، رد عليه بكتاب، رد عليه ببيان، رد عليه بمقال، وانتهى الأمر. الفكرة تواجهها فكرة، والموقف يواجهه موقف، وإلا طبق عليه القانون لازم ينطبق عليه اللي هو المرسوم 115، وأمام حاكم العدلية ما هوش أمام حاكم العسكرية. نولوش كي مصر بعد اغتيال السادات عندنا حكام عرفية وسي حسني مبارك اللي ما يعجبوش في القضاء العدلي لأنه قضاء في برشة استقلالية يتجهوا القضاء العسكري. يظهر لي يا جماعة باش نولو هكا.
باقي نمشي معك في اجواء المفارقات كما حكينا قبيله سي شكري، يعني قضيه هذه محاكمه ايوب المسعودي يقابلها انه محكمه الاستئناف بتونس نقصت حطت من عقوبه السلفي ابو ايوب المتورط في احداث جندوبه، المتورط كذلك بتهم عنوانها تحريض السكان على مهاجمه بعضهم بعضا، هبطت من عام الى 4 أشهر. هل تشوف في هذا رساله وشو مضمون الرساله؟ والله علاش تشوف هذه بركه برشا رسائل، هي برشا رسائل. وحبيب القزغلي العميد اللي يتحاكم على منقبة دخلت البير وعملت اللي عملت برشا رسائل، وقل نشوف فهمتني الناس توقف وتسيب في وقتها فهمتني على تهم مخترة هدد الأمن الوطني تسيبوا، وقل نشوفوا أنه الملف متاع التعذيب الوحيد اللي تحل هو متاع بير علي بن خليفة اللي هزوا سلاح ضد الدولة وضد الجيش، لكن اللي تعذبوا في منزل بوزيان ما تفتحش، اللي تحرقوا واللي قاد التحقيق سجل التعذيب وعاينه وسجله في المحاضر. هذه بركة رسائل، هي رسائل واضحة وجلية. هنو في اللحظة اللي تصدر بطاقة الإيداع بو على أخوه ضد ناس بشير التكاري يخرج يحوص حر طليق أحد أهم أركان الدكتاتورية والفساد، واحد اللي كبل القضاء التونسي واعتدى عليه، هنو حر طليق. هذه رسائل واضحة، قلنا راو الناس هذوما بالنسبة لهم القضاء أداة ومدخل لتكريس الدكتاتورية. هاو عندنا البنيه اللي عملت المدونه اللي خرجت هاو صدر فيها تحجير سفر، راهو وراهو انتظروا ينجموا ياخذوا قرارات مخترة تجاهها، راهو ينجموا ارضاء للناس معينه ودوائر معينه. انا بدات تعمل الملف بدايه ليجل ونهار 31 والفاتوره نهار 30 وباش يدخلوا في الميكماك هذاك، راهو ثم مقدمات سيئه جدا. ولذلك بالنسبة لنا احنا اللي تشوف فيه هذا مربوط باستقلالية القضاء ومربوط بمنصب وزارة العدل. هذه وزارة يلزم ساعة يشدها كفو ومستقل مستقل 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 مستقلة. آخر واحد ينجم يشدها هو السيد نور الدين البحيري زميلي السابق في مهنة المحاماة، لأنه عمل لنا وزارة حزبية ويحب يعمل لنا قضاء نهضوي وبدأ يعمل فيه. أنا لا ألقي تهما، بدأ يعمل فيه، وأنا قلتها وقلت قبل في وسائل الإعلام، عمل دوار على ذمته وعمل هو رئيس النيابة العمومية يعطيه التعليمات وتنفذ. وعدنا رصيد متاع قضايا فضائحية في هذا الجانب، لذلك راهو معركة استقلالية القضاء وما عادش كلامنا هذا، مش نقول فيه أنا، راه هذا قالته جمعية القضاة وقالته نقابة القضاة وقالوا المرصد استقلال القضاء والمحاماة، كلهم يحكيوا فيه هذا وكتبوه في بيانات وخرجوه وصدروه. والوضع على درجة من الخطورة مالوريزمون، وراهي معركة المعارك استقلالية القضاء كيما معركة المعارك الأمن الجمهوري، أن تكون عندنا وزارة داخلية وزيرها محايد مش حزب، مش هو يغطي على ميليشيات تضرب وتقهر ويعمل في اللجان النهار الكل، يعمل في اللجنة ولجنة في جرة اللجنة ولجنة ما تجاوب على اللجنة. واضح سي شكري. سفيان آخر سؤال دقيقة تقريبا ذاك شعنا من الوقت، هل تساند مواطني الحوض المنجمي في المطالبة بإدماجي أو إلحاق شهدائهم وجرحاهم في أحداث الحوض المنجمي إلى قائمة شهداء وجرحى الثورة؟ مش نسندهم بركة وأكثر، ونحب نقول هذوكم الشهداء الأوائل في مسار الثوري في تونس، ونحب نقول جملة، راهو اللي عملوا المرسوم 97 سيلحقهم العار، سيلحقهم العار ويزم يحشم على روحهم أمام آخر شهيد وآخر جريح في الرديف. نزيدك جملة أخرى سي شكري ككلمة ختام ليك في برنامج الأحد السياسي، شنو تنجم تقول؟ كان عام 2012 من أتعس معرفة تونس، إن شاء الله عام 2013 يكون عام التضامن وعام الوحدة وعام التقدم نحو أهداف الثورة وعام القطع مع سياسة الانقسام اللي تحب تكرسها بعض ناس على بلادنا. إن شاء الله. شكرا لك سي شكري بالعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وقيادي بالجبهة الشعبية على تلبية الدعوة وكل هذه التوضيحات. شكرا لك سفيان، شكرا لك إبراهيم، إذن إن شاء الله نتقابل الأسبوع القادم وضيف آخر. إلى اللقاء.